لا يمكن إلا أن أكون فخورة جدا بهذا المهرجان الدولي، مهرجان مراكش، هذه الدورة الاستثنائية في هذا الفضاء الاستثنائي، في هذه المدينة الخرافية الاستثنائية، في هذا البلد الاستثنائي الذي يعيش حراك استثنائي. Got here yesterday. I've just been eating all the local food. Went to the hammam. Now I'm seeing all these wonderful people. It's very exciting for me.